طب من شدة حبك للتمثيل، مظبوطة خبرية إنك أنت اشتغلت كومبارس مع دريد لحام الكبير دريد لحام؟ وين وكيف وإمتى وأي سنة؟ هلا قبل شوي مرقت الصورة، قلت لك والدي الله يرحمه كان مصور. إيه فجأة بالمرجي ها؟ إيه إجوا اثنين. بعدين عرفتوا مين هن، الله يرحمه سمير سلمون إيه وكمال توفيق. إيه قالوا هالكاميرا لمين؟ قالوا الوالد إلي، تفضلوا. قالوا له والله بدنا تلفزيون تصور. قال له وين تلفزيون؟ هاي باب رزق، بدي اعطيكم اياه بدي وقف. ايه قال له يا اخي في مع دريد لحام غوار طوشه وكذا وكذا. انا سمعت، قلت له يابا انا بروح. ايه قال له شو بتعطونا عليه؟ قال له 25 ليره. رحت حارس بهذاك الوقت، رحت حارس كاميرا بهذاك الوقت ثروه كانت 25 ليره. طبعا فكر لي اياها، ما هي بتنفك وتتركب. فكر ايه. ركبوني بالسياره ورحت لهنيك، ركبتها انا بالاستديو وسلمتهم اياها. اوكي هلا انتبهت هيك، لقيت ورا الكواليس طاوله وكرسي وقاعد استاذ دريد. انا ذهلت يعني غوار طوشه قدامك طبعا. فصرت اطلع فيه هيك، فجاه اطلع فيني انا، بطلع فيني دغري هربت انا، ارتعبت. يساوي معي شيء او كذا. ايه قام نادوا لي بعد شوي بدون الكومبارس. ايه كان الله يذكره بالخير فيصل ياسري المخرج. ايه فقالوا له لموا الكومبارس، بعدين اجوا قالوا لي انت تطلع كومبارس؟ ايه شو كومبارس؟ قال يعني لقطت مسك. قلت له ايه. ايه اجوا بلوا لي شعراتي على البحره. ايه وكان وقتها ابو فهمي الله يرحمه، الله يرحمه هذا كله الله يرحمه اليوم ها اليوم هالوضع اليوم يومنا. الله يوصلني على الاوتيل يا رب. عرفت كيف؟ ف اجى ابو فهمي قالوا لي بس هيك بنمره بيقول لك نعيمه، قلت له الله يقدر عليك، حطوا لي ليره هون هيك بعرف ليره ليرتين خمس ليرات قديش بدك بتناوله؟ قلت له اوكي. اجيت طبعا قيمه الخمسه انا حطيتها هون ايه مشان اذا طلب مني يدور عليها مشان اخذ وقتي على على الكاميرا. اجيت قال لي نعيما بابا، قلت له الله يلعن عليك قديش تأمر؟ قال لي خمسه، ناولته دورت هيك ما لقيت، عملت هيك قلت له تفضل. ايه ورحت. اوكي حاسبوك لما طلع المسلسل جماعه الحاره كلها بدنا نتفرج. ايه انه هاي اللقطه. طب إيه حاسبوك ككومبارس عطوك؟ ايه طبعا اعطوني على الكاميرا، اعطوني 25 ليرة. ليره انا 12 ليره ونص. ما طرع لك فيهم هدول؟ هدول هن. ايه ما طرع لك فيهم بهذاك طبعا الوقت. اعطيت 10 للوالد 2 ونص لي. عفوا 10 لي و2.